ايه الزحمه دي؟ ايه ده؟ دي حادثه. حادثه. اقف اقف حادثه. انا وقفت العربيه. اقف زي ما انت كده. زي ما انت كده. هاي باش توصلنا برافيلا. اي نو اي سان. في حاجه يا باشا؟ هاي مان. ايه سبورت؟ استنى انت يا عم لما نشوف الميت. طب استنى يا عم نصوره بقى. دخل دراعك كده فاهم. لا اله الا الله. شم؟ لا. واحد مخبوط بعربيه. بس عجله مخبوطه بعربيه. يو هيت ذا جاي؟ انت هترش عليه ميه يا فندم؟ لا ده انا جايبها اشرب. تعالى ناخد سيلفي معاه هاشتاج ارواح الناس مش لعبه. هي البت دي هي ارواح الناس لعبه. انت اللي خبطتيه؟ انت اللي خبطتيه؟ وديني لو وريك. فين الرخصه؟ لغاية ما البوليس يجي. أفور الموضوع عشان ياخد فلوس زيادة. عامل نفسك ميت بقى خالص. أنا بعمل لمصلحته خلي بالك. ياخد فلوس زيادة. عامل نفسك بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربطته معلش يا جماعة بقى. هنرش شوية رمل كده عشان لو لو في أي حاجة زيت أو حاجة نزلت من العربية ما حدش يتزحلق. خلي شكله يخض يعني. طب إيه؟ ده أنت هتروقي. نحطه على جنب؟ ناخده المستشفى متهيألي. أه ناخده ده ساعتين على ما الإسعاف تيجي. تعالى هنا هنا. قول للست دي تقفل الباب بقى. اقفلي الباب. القتيل قدام اهو. انتوا جيتوا بسرعه ازاي؟ انتوا بيبلغوا عندكم قبل الساعه. اتفضل يا باشا. هو الكوره اتصورت توبر كده. هو التوبر. بيزعل ايه ده؟ بيزعل ايه؟ ثواني يا فهمي. بيزعل ايه؟ يا باشا دي اللي خبطاه. ده اللي خبطه. عبيط ولا ايه يا عم؟ ايه شيلها شيلها له عشان يخش. بيزعل ايه يا هشام؟ ما تزعقش. ما تزعقش يا عم. 100 يوم جوه. 100 يوم. يا هشام هو فاكر ان احنا اللي خابطينه تقريبا. بالراحه يا فهمي على مهلك. على مهلك. تعالى 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 يا حبيبي. تعالى خش. الراجل تقريبا توفى يا باشا. فين العده؟ انتوا نازلين بطولكم. باشا خد بالك لو توفى منك في السكه هتلبسه انت. اه اتاكد انه عايش. تمام استاذنك. بس يا فهمي ما تعرفيشكو نعملوشكو بقول لكم ايه؟ العجله دي اكيد راجل اتشائم منها. يلا بينا عشان احنا موقفين الشارع. طب الميكروباص طيب. سوري يا جماعه.